كما جدد المغرب والنمسا تأكيد إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، مشيدان بالعلاقات الممتازة بين البلدين التي شهدت دينامية قوية وتقدما ملموسا خلال السنوات الأخيرة. هاد الزيارة سيتم هذه كذلك من الخصوصيات ديالها اللي عندنا ما كايناش بزاف مع مجموعة من الدول، من الخصوصيات ديالها أنها سيتم اعتماد بيان أو إعلان مشترك مغربي نمساوي اللي كي غيشكل واحد المرجع للعلاقة الثنائية في السنوات المقبلة. هذا الإعلان المشترك كي يؤكد على أن البلدين عندهم إرادة قوية باش يطوروا علاقتهم في كل المجالات الدبلوماسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية، الثقافية وغيرها. هذا الإعلان كيضم كذلك مجموعة من العناصر اللي هي مهمة. كاين أولا إقامة حوار استراتيجي اللي غيكون بين البلدين واللي غيخلينا بأننا نتبادلوا المعطيات والتنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية. ثانيا كاين هناك رغبة في تطوير العلاقة الثنائية من منطلق أن النمسا تكون أرضية للمغرب للوصول إلى سوق ديال شرق أوروبا وديال البلقان، والمغرب يكون المدخل للنمسا للولوج إلى السوق الإفريقية بالدرجة الأولى. ثالثا كاين هناك رغبة في تطوير التعاون الأمني لمكافحة التطرف ومكافحة الإرهاب، وكاين كذلك رغبة باش نطوروا التعاون القنصلي. وكاين هناك ملحق لهذا الإعلان اللي كيتحدث على التعاون في المجال القنصلي من خلال التأكيد على أن هناك رغبة في بين البلدين لمكافحة الهجرة السرية والتعامل بشكل سريع في هذا المجال. هذا الملحق للاتفاق للإعلان كيأكد على أن هناك رغبة في تعزيز التعاون من خلال إقامة فريق عمل عالي المستوى للتعاون في مجال الهجرة السرية ومجال مكافحة الجريمة المنظمة. وهذه الآلية غتبقى تجتمع بشكل منتظم كل 3 أشهر على مستوى عالي، وكل شهر تقريبا يكون هناك تواصل بين المصالح القنصلية للسفارة المغربية في النمسا في فيينا والسلطات النمساوية المختصة. والهدف هو أن يكون هناك تعاون منسق، تعاون فاعل، تعاون بنتائج ملموسة في هذا المجال، لأن المغرب كانت دائما عنده رؤية واضحة. المغرب كيعتبر دائما بأن الهجرة عنصر مهم في العلاقات بين الدول، والهجرة ليست مشكل، ولكن الهجرة السرية المغرب كان دائما مواقف واضحة منها بأنها تحتاج إلى تنسيق، تحتاج إلى تعزيز التعاون لمكافحة هذه الهجرة السرية. وبالتالي فهذا الإعلان غيكون فيه هذا العنصر.